السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وحتى بالنسبة لهذا الأمر ديال توحيد الصيام، لأن البعض الآن كيتكلم على توحيد المطالع وتيقول لك علاش السوعدة والإماراتيين والمصريين والجزائريين صاموا قبل منا حنا بنهار، واش حنا ما كنشوفوش الهلال؟ واش حنا بوحدنا اللي ما غاديش تعدنا هذا الهلال وكاع الناس شافوه؟ تنقول لهم باللي الفقهاء الذين يرون بتوحيد المطالع يرون كذلك اعتبار مطلع المغرب هو المطلع المعتبر في توحيد المطلع. لما كان بغيون وحدوا الصيام، هادوك الفقهاء اللي كيمشيو تيهضروا الآن وتيقول يجب علينا توحيد الصيام في الدول العربية الإسلامية، تنقول لهم احنا معاكم سيدي، نوحدوا الصيام، كلنا نصوموا نهار واحد. ولكن فينا هو المشكل؟ أين هو المطلع المعتبر؟ يلا وافتحوا كتب الفقه وقولوا للناس شنو هو المطلع المعتبر، ولا ما تقدوش تقولوها. راه المطلع المعتبر عند الفقهاء هو مطلع المغرب ماشي مطلع المشرق. لكن مع الاسف ما تيقولوش للناس داكشي اللي كاين، ما تيقدروش. هما مع توحيد الصيام، احنا سدي مع توحيد الصيام، ولكن فينا هو المطلع المعتبر؟ قالوا لان اصدق المطالع هو مطلع المغاربه، لانه ولا تشاف المغرب تشاف البلاد الاسلاميه كلها، ولا تشاف المشرق ممكن ما يتشافش في بلاد اخرى. نعم، والله تعالى أعلم وأحكم. طبعا هذه مواضيع إن شاء الله وتعالى نعود نتناولها إن شاء الله وتعالى بشيء من الإسهاب والإطناب. أحباب الكرام، تقبلوا التحيات وفائزكات معنا في الإخراج وفي استقبال المكالمات. تقبلوا تحياتي وفائق احترامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ معنا مستمعينا الكرام من اللبادعة من شيشوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يسلمك لالا، بارك الله فيك لالا بديعة، مرحبا. عندي لك واحد السؤال. يا لالا مرحبا. بحال مثلا البارح باش بينا نتسحروا، حطينا السحر باقي مكاينش، ما فقتش بكري، لقيت فاش هلا فاش لقيت السحر ما فقتش، باش بينا نتسحروا ادينا علينا الطالب، وصافي هنا داكشي ما بقيتش شي حاجة ولا شي حاجة، ولكن ندمت بزاف، قلت واش المولاي عدلني الله علاش انا كاع حطيت السحر هذيك الساعة، علاش ما صافي درت بلاش وما حطيتش السحر. دابا انت بعد ما اذن المؤذن كليتي شي حاجة؟ لا ما حدث الماكلة. ما عندكش علاش تندمي على اللبادعة؟ ندمتي حيت قديتي هذيك الطبيلة وزوقتيها؟ ها قلت انا علاش العائلة وقيلا عيني، يعني بقات الماكلة في فمنا بحال هكا، كان علاش كاع اللي حطيت هذاك الشيء يكون حبست من الاول وما حطيت والو. ماشي مشكلة، هذا الشيء عادي، يعني الانسان بعض المرات كياخذ واحد القرار من بعد كيتبين ليه باللي هذاك القرار لم يكن صائبا، لا حرج، الانسان ما غنرد هذا النهار، ولكن لقيت كنقول مع راسي علاش غتردي النهار؟ انت ما كليتيش اصلا؟ ما كليتش، ولكن بقات الماكله فمي، عاود نتشلت فمي. هي صافي، يعني لما شللتي فمك راه ماشي مشكل. انا نوضح هذه المساله، انا نوضحها. شكرا، بارك الله فيك. شوف، هو الفقهاء عموما اختلفوا في ذلك الشخص الذي كان ياكل فاذن المؤذن لصلاه الصبح، يعني دخل وقت الامساك. بعض الفقهاء يرون بأن ذلك الشخص إن كان في يده كأس من ماء مثلا، يعني يستدلون بحديث، يعني الحديث يعني رواه أحمد، يقول فلا ينزع حتى يقضي حاجته من ذلك الماء. واضح، يعني واخا المود انت أدن ممكن أنك تزيد تشرب مزيان. وهذا القول لم يقل به فقهاؤنا. لماذا؟ لأن أول الحديث يعني متكلم فيه في ثبوته، هذا أولا. الأمر الثاني أن متن هذا الحديث يعارضه أصل كلي، الله تعالى قال وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لما يؤذن المؤذين راه هذاك يعني بلي الوقت كين، وهذه رسالة يعني طبعا المؤذنين أنهم يردوا البال باللي راه طبعا يعني في مذهبنا المالكي يجوز تعجيل الأذان،
بحيث أن كلمة لا إله إلا الله تجي مع الوقت تماما مع دخول وقت. يعني مثلا هو يحسب مثلا الأذن ديالو في دقيقة مثلا، يأذن بدقيقة قبل باش كلمة لا إله إلا الله تجي مع الوقت، مع الوقت. هذا هو الأفضل والأحوط. نعم، علاش؟ باش ما يوقعش هذاك المشكل ديال أن 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 الناس يعني يكونوا يعني ال 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 يبقاو تياكلوا وهما يعني واحد شوية بيأذن المؤذن، والمؤذن راه ما أذن حتى دازت دقيقة على دخول الوقت، عاد ودن. واضح؟ لأن دابا الناس مرتبطين بالأذان. فالأفضل كما قلت هو هذا الأمر هذا. غير أن فقهاءنا المالكية يرون بأن هذا الحديث، طبعا أولا هم يعني لهم في ثبوته كلام لأنه لا يصح عندهم، ثانيا يخالف الأصل الكلي وهو أنه إذا دخل الوقت فلا ينبغي للمسلم أن يأكل، هذا وقت إمساك. فالإنسان اللي تيكون تيأكل وفمو عامر بالماكلة وفمو الماء، لما كيسمع المؤذن قال الله أكبر يمسك، ما بقي صرت، ويمشي يشل الفم ديالو، يشل الفم ديالو، وبهذه الطريقة راه غادي يكون يعني اتقى الله تعالى وتحرى يعني الصيام الصحيح. لأن البعض هنا كنلقاوهم أو البعض كنشوفوا بعض الناس بعض الشباب مع الأسف يعني ممن يعني ابتلوا بهذه الفتاوى ديال المشارقة وغيرهم، كتلقاهم تيقول لك لا سيدي لا أنا غادي نفطر وخا سمعت الأذان ديال الصيام أنا غادي نزيد 5 دقائق ولا 10 دقائق. واضح؟ وقد بينا مرارا وتكرارا على أن الأذان الذي يؤذن في المغرب في بلادنا الحبيب هو أذان صحيح على الوقت الصحيح، على الوقت الصحيح، لا من الناحية الشرعية ولا حتى من الناحية الفلكية، ولا حتى من الناحية الفلكية، بل حتى ثبوت الهلال أصلا في المغرب، يعني المغرب بلدنا الحبيب يتحرى ثبوت الهلال بالشكل الصحيح الذي لا يمكن لأحد بعد ذلك أن يجادل فيه أو أن يجادل عليه أو أن يناقش عليه. نعم، السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.